بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ربنا اجعلنا دعاة السلام ووئام ومحبة يا علام، واجعلنا نتمتع بمحبتك بالتمام، وزدنا من رضوانك يا كريم يا راضي عن المؤمنين الطاهرين المخلصين لك تمام الإخلاص. أما بعد، السلام عليكم. الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر. نعود إلى ما قاله جعفر الطيار عليه رضوان: كنا أهل جاهلية، كنا قوما أهل جاهلية، يعني شعرت يقول بالقومية لكن مع جاهليتها، لأن القومية نتنا لأنها جاهلية، القومية جاهلية. كنا قوما أهل جاهلية. افهموا شما في عمق الحديث. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، وبدا يعدد الخيرات المتمتع بخيرات بالمقلوبة تمتع بها من يدعون أنهم عرب ليس بكرام. كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأعصاب. فماشي شيء شرط، لا، بل عرف بما هم ليس أهل للتقدير، لا من رب العالمين ولا من رسول العالمين عليه الصلاة والتسليم، ولا منا أهل الإسلام وأهل إحسان وأهل إيمان. وكنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار. يعني بماش واحد يؤذيك بعد إذيت نفسك لنفسك كأهلك اليوم كيفك، يعني ما عندهمش ارتباط بإخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه ربنا ليتمم مكارم الأخلاق. قال الأخلاق الحقيقية المنطقية اللي يجب إنسان يطبقها في حياته، مش أخلاق جاء بها كانت وغير كانت. ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي من الضعيف. كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه عليه الصلاة والسلام وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله، لم يدعو إلى سوى الله، لنوحده لا لنكذب عليه أو لنعصيه أو ندعي أننا لنا رب صنم لنا رب وهم، لا لا. قال فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده، تعبد عبادة صادقة تمجد وتعظم شأنه، ويقلع ما كنا، يعني الحيوث ثوب البؤس ثوب الضلالات، ويخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا، يعني متوارث الحكاية من دونه من دون الله من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش. وقول زول يعني جاء عكس ما كانت عليه الكرب. ونأكل مال اليتيم وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات سيكنات النساء اللي يقذفن بغير حق. وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام. شوفوا، الصلاة هي معراج روحاني، الزكاة هي تطهير، الصيام هي كذلك عمل لله وحده، وصدقناه ونعم التصديق، وآمنا به ونعم الإيمان، واتبعناه ونعم الاتباع على ما جاء به من الله، لم يجاء من عن طريق شيطان. فعبدنا الله وحده، نعم ما عبدوا، فلم نشرك به شيئا، وبئس المشكل بئس أنا مكسب شياطين الكرب. وحرمنا ما حرم علينا، يعني سمعنا وأطعنا، مش للكرب، سمعنا وعصينا، وحللنا ما حل لنا، فعدى أي الخالب وأعدى علينا، فعدى علينا قومنا فعذبونا وفتنونا، يعني ولت القتسان، لأنه من أتباع محمد عليه السلام، هل قبلت قلت وأنتم الصادق الأمين، وقت اللي ظهرت
أمور ضد مصالحكم الاقتصادية ومزيدكم عند كما تقول العرب وليتوا قلبتوا مشاميكم. وقول الزور إيوه وصدقنا وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده ولم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وحللنا ما أحل لنا، فعد علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا التعذيب واضطهاد على المجر، وفتنونا عن ديننا ليردونا لعبادة الأوثان وبئس العود، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قارونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا شو العرب في الشدة وفي سوء الأخلاق وسوء المعاملة وسوء النية، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. هنا جعفر الطيار عليه الرضوان عمل كما عملوا أهل الكهف، قالوا لو كان يقض علينا مش يضطرونا بسوء معاملتهم لنا أن نعود إلى ما كنا عليه نتبعهم في ضلالتهم. واقرأوا سورة الكهف في أولها، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث. فلما قارونا وظالمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا، خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك. شوف 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 فاش يحبب يروحوا، لأنه فعلا هو أن يحبوا العادل حاكم العادل النجاشي. خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. اختاروا بقى احنا عنا نعترف بالناس كما هم، لا تبخس الناس أشيائهم. وهذا كنا نقول فيه هو أورده ابن الأثير عليه من رضوان رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوان.